يوم هادئ. توقف، ممنوع ادخال الحيوانات، هيا اذهب. انه ليس حيوان، انه افضل صديق لي. حسنا، لا مشكلة. حادثة عنيدة، لكن لدي فكرة. بوبي، فقط لا تصدر ضوضاء الان. انت مجددا، ماذا لديك هنا؟ لا شيء ممنوع، اذا ادخل. شكرا لك، الان ساتصرف بشكل طبيعي. مرحبا، ها هي قائمة الطعام، اختار. شكرا لك، سأختار أجنحة KFC المفضلة لدي. خيار رائع، أنتظر طلبي الآن. ها هو طلبك، دلو كامل من أشهر الأجنحة في العالم. شكرا لك، يبدو أنها رحلت بوبي. تعال إلى هنا بسرعة، لقد طلبت لك هذه اللذاذة. إذن ما الذي يحدث هنا؟ تعال إلى هنا أيها المخادع، هل ظننت أنني لن أعرف؟ أوه، كما تعلمي كان وضعاً حرج. الوضع هو نفسه، تم القبض عليك، والآن ستشرح كل شيء في السجن. أعدي صديقي أو سأعدكم جميعاً. والآن سنصورك بما أنك مجرماً خطيراً. قل تشيز. هذا كل شيء، الآن سأخذك إلى المكان الذي ستعيش به، إنه هذه الزنزانة. دعيني أذهب من فضلك، لن أخالف القانون مرة أخرى. آسفة، انتهى الأمر، تم القبض عليك، والآن ستجلس في هذه الزنزانة. من الجيد تم نزع الأصفاد. دعيني أذهب من فضلك، كلبي أشتاق إليه. توقف عن الكلام، اذهب إلى زنزانتك. ساعدوني، أنقذوني بوبي. كم أنا وحيد هنا، لكن مع بوبي كنت أمرح وألعب كل يوم ونتعانق، كم أشتاق إليه. لابد لي من رؤية صديقي مهما كلف الأمر. إذن ماذا لدينا هنا؟ نافذة؟ سأناديه، بوبي بوبي. إنه لا يسمع، ماذا أفعل؟ علي التفكير في شيء ما، سأرى ماذا يوجد في جيبي. وجدت ورقة وقلم رصاص. بالضبط، لدي فكرة، سأكتب رسالة. من يحضر لي بوبي سيحصل على 100,000 دولار، بالتأكيد سيراها أحد. ما هذه؟ رسالة؟ أريد قراءتها. 100,000 دولار لمن يأتي ببوبي؟ ستنجحين. يا له من سيف، أنا أبدو مثل النينجا. كي احذروا أيها المجرمين. مرحبا، تم استدعائي. لم نستدعي أحد. أرني ماذا لديك في الحقيبة، ضعيها هنا سأتحقق. مقياس حرارة ومواد طبية. لا أحد مريض هنا، خذي مقياس الحرارة وغادري الآن. كيف لا أحد مريض؟ انظري إلى وجهك الشاحب. لا يجب أن تعملي هكذا، سأبدأ بالعلاج الآن. لا، أنا أشعر بتحسن الآن، الأفضل أن تدخلي إلى مرضاك. ها هو المريض هنا. معدتي تؤلمني، كنت في انتظارك. ابدأي في العلاج، لن أزعجك. يبدو أنها ذهبت، تعال إلي حالا. أتمنى أنك فعلتها كما اتفقنا. كل شيء بأفضل حال، انظر. لا أفهم ما هذا. تفضل بوبي كما طلبت. أوتشي، لا، لدي حساسية، أبعديها عني. أنت تعطس وأنا لدي حقنة خصيصا للعطس. لا لا، يبدو أن القطة هربت منك، امسكيها. ما هذا؟ من يركض تحت قدمي؟ هل هو وحش؟ إذن أنت قطة؟ تعال إلي أيها الوحش الصغير الرقيق. لن أقبض على قطط، اهربي بسرعة بينما أنا لطيفة. ماذا؟ بسنو. كان هبوطا لطيفا، أنا بحاجة لأخذ القطة بسرعة. يبدو أن أحد لم يتأذى بشدة. قبضت بالفعل على هذه المجرمة ولن تهرب مني بعد. مرحبا، جئت للتنظيف. أحتاج إلى فحصك بعناية، استديري سريعا. لا شيء يفلت من نظري. لدي هدية لك، شوكولاتة لذيذة، سأذهب الآن. قفي، ليس بهذه السهولة، أرني ماذا لديك في الدلو. ماذا سأفعل؟ لدي فكرة. الأرضيات متسخة، أنا بحاجة لتنظيف كل شيء، التنظيف مسؤولية كبيرة. أنظف كل شيء. لقد نسيت الدلو، سأخذه حالا، هناك الكثير من الأوساخ. انتهينا أندي، تعال إلي. لم أتعرف عليك فورا، يا له من تنكر. هل أحضرت بوبي؟ بينما لا يرى أحد، خذه بسرعة. هذا هو صديقك بوبي.
أنا لا أفهم، هذا ليس بوبي، إنها سمكة ذهبية. أصمد، الحارسة قادمة. أين أخفي السمكات؟ في المرحاض بالتأكيد. أوه لا، لقد تعثرت في التلو. يا له من صوت، ما هذه الضوضاء؟ ليس لدي فكرة. أوه أنا آسف، إنه أنا، معدتي تؤلمني. لنذهب، لا يجب التكلم مع السجين. أوه لقد ذهبوا، أنا بحاجة للتحقق من السمكات. أوه إنهم بخير، لكنهم ليسوا بوبي، أنا أشتاق إليه كثيرا. صديقي العزيز، متى سأراك؟ مرحبا، أنا هنا لإصلاح الأنابيب. حسنا، لكن أرني ماذا في حقيبتك. يبدأ الفحص، كل شيء على ما يرام، يمكنك أخذه. انتظر، لدي مشكلة، كرسي المفضل مكسور، أصلحه من فضلك. أصلحه؟ آه نعم، لدي لدة الصحيحة، الآن سيصبح كرسيك جيدا مثل الجديد. تبقى فقط لصقه هكذا، انتهينا. لك من مصلحة، يا أدخل. كان يمكنني فعلها بنفسي، يا له من مصلح. بوبي، سأتمكن قريبا جدا من رؤيتك، وليس في الصورة، في الحقيقة. مصلح، إلى الأمام هيا. لم أفهم ماذا يحدث. علينا تغيير المصابيح هنا، ادخل من فضلك. مرحبا، ابتعد عن القضبان. الحارسة لا ترى؟ علي أن أفكر في شيء لأعطي أندي حيوانه الأليف. نعم، المطرقة ستفي بالغرض، سأحدث ثقب في الحائط. أوه هذا لا ينجح، لكن المثقب سيساعد بالتأكيد. هذا أيضا لم ينجح، أحتاج إلى شيء أكثر قوة. آه نعم، الآن لن يقف الجدار في وجهي. بلحظة واحدة سأصنع حفرة. كل شيء بخير هناك؟ نعم كل شيء ممتاز. خذ أيها الجدار. الآن أجهز الأكثر أهمية. مرحبا بوبي، حان الوقت للذهاب إلى صاحبك. كم أنت لطيف، كنت لأخذك بنفسي. هيا ادخل إلى الحفرة. لا أفهم ما الذي دخل. أو لا، إنه فار في الحائط، سيغمى علي. ما الأمر هناك؟ لماذا أنت على الأرض؟ ماذا في الحائط؟ فار؟ أشعر كأنني سأسقط. آه ماذا حدث؟ أيها الجرس، كيف حالك؟ لم يؤذيك أحد؟ تعال عزيزي، أخافك هؤلاء. أنا لا أخاف منك، سنكون أصدقاء معا، أحبك. سأكل هذه الموزة الآن. أوه من هذا أيضا؟ مرحبا، أحضرت لك أخطر مجرم هنا، السيد كيكو. علي أن أتحقق. تحققي، نفس الوجه، مشابه جدا، أعتقد أنه هو. ادخلي، دعينا نضع هذا اللص في السجن، سيعرف كيف يخالف القانون. أين موزتي؟ كانت هنا للتو. لا أفهم شيء، كان ذلك سهلا. من هذا أيضا؟ إنه أنا، أحضرت صديقك. أوه رائع، لكن هذا ليس هو، قلت لك إنه كلب. أوه أريد أن أنام. من هذا؟ تذكرني بشخص ما، رأيتك من قبل. دعينا نتخلص من الشارب. كنت أعلم أنه مزيف، كمشتك والآن سوف أعتقلك. والآن سأخذ عصا الهرى وخاصتي. انظري كم هي كبيرة، سوف ترين. أنا سرقتها، وقولي وداعا لسروالك. أوه سروالي، كم هذا محرج، أحتاج إلى رفعه قبل أن يضحك أحد. أنا ذاهبة. أنا أسقط. هاها تستحق ذلك. تضحك علي؟ الآن سأريك ماذا يعني الضحك. من المضحك الآن؟ لتعرف كيف تعثرني. لدي طعم لذيذ لذيذ. توقف، ماذا لديك في العربة؟ طعم خاص للسجناء. لنرى ماذا لديك. برجر وبطاطا، بالفعل لذيذ. وماذا لديك هنا؟ الكثير من الأشياء اللذيذة، انظري أجنحتك أفسي. إنها لك، تفضلي. إنها لي، شكرا جزيلا. الآن يمكنك الدخول. سأكل الآن. لكن هناك شيء خاطئ في هذه القطعة. الشيف قرر أن يخدعني، سأريك الآن. أندي تعال بسرعة. من يزعج نومي؟ وقت الغداء. إنه أنا. أوه لم أتعرف عليك في البداية، هل أحضرت بوبي؟ بالطبع إنه هنا، انظر كم هو لطيف. ها هو. ما هذا؟ بوبي كلب وليس أرنب. اختبئ بسرعة.
يا شيف، أنت لست حقيقي، أنا أعرف. لنلعب خدعة، أغير الأماكن، اختاري. ماذا تخبئ؟ لا شيء، أنت ترين بنفسك، لا شيء أخبئ. لا أعرف كيف تخبئ الأشياء، لكنني سأراقبك. وأنت، ماذا لديك هناك؟ أرني، سأجد كل شيء. كم أنا ذكية، لم تكشفني. لقد خبأت الأرنب هنا، دعونا نخرجه حالاً. لنرى من هنا هذه المرة. قفي، ممنوع الدخول. أنا هنا لزيارة حبيبي. هل هو زوجك؟ مبروك، هل هذا طفلك؟ نعم، فضلك كوني هادئة، لقد نام للتو. آسفة لم أنتبه، تفضلوا. الآن سنرى بابا. أخيراً أنا هنا، أندي، أحضرت أحدهم. خمن من في عربة الأطفال، انظر. صديقي بوبي، كم اشتقت إليك، تعال إلي بسرعة. لا، لقد هرب، أحضريه بسرعة. رائحة السجق لذيذة للغاية. ومن هذا الضيف هنا؟ لماذا يوجد كلب هنا؟ مرحباً، من أين أتيت؟ سجق. ساعدوني، هجمني الكلب. بوبي، أولا، لدينا مشكلة. بينما لا أحد يرى، سأخذ المفاتيح وأطلق سراح أندي. لدي أخبار جيدة لك، لم نعد بحاجة لعربة الأطفال، الآن ستكون حر. واو، رائع، أسرعي وافتحي هذه البوابة. ليس هذا المفتاح، ربما الآخر. ساعدوني، أنقذوني. أوه، السجق، بالتأكيد ستشتت انتباه الكلب. الآن تعال إلى هنا، سألقي القبض عليك بتهمة الاعتداء على حارسي آمن. أنت في مشكلة كبيرة أيها الكلب. سأقيدك هكذا وأخذك إلى الزنزانة. أوه لا، الحارسة لن نفلت. حسناً، قابلوا سجيننا الجديد لتعرف كيف تهاجم الحارس. أندي، استلم جارك. بوبي صديقي، كم أنا سعيد. أخيراً سأغادر الآن. إلى أين؟ تعالي، ستجلسي مع هؤلاء المخادعين. لماذا؟ اشتقت إليك بوبي. الآن كل مثيري الشغب بالمكان المناسب. أرجوك أخرجينا، انظري إلى الكلب المسكين. لا بأس، هيا نقنق من أجله. جاية طيبة. لا يهمني الشيء الرئيسي هو أنني بجواري أفضل صديق. هل أعجبتكم قصة اليوم؟ ضعوا اشتراك وأعجاب وتابعوا الفيديوهات التالية من قناتنا هاهانام.